القراءة في المجلات التي فيها أبراج، مجلة فيها أبراج أو جريدة، برج إيش؟ الحوت، برج إيش؟ الأسد، برج العقرب، برج الثور مثلا. يقول الشيخ صالح على الشيخ شراء، حفظه الله، شراء المجلة التي فيها الأبراج محرم، شراء المجلة فقط. إذا فتحت المجلة ونظرت في الأبراج نظر فقط لا تقبل لك صلاة 40 يوما. إذا صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. اليوم يضحك على كثير من الناس، قال والله تريد تعرف شخصيتك صالح، أنت رومانسي ولا عصبي ها ولا مثلا عاطفي، ارسل لنا رسالة فيها اسمك. ترسل رسالة، مجرد ارسال رسالة لهؤلاء لا تقبل لك صلاة 40 يوم. تستقبل الرسالة الأخرى، أنت رومانسي عاطفي عصبي كذا، كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني، وصول للسحر.